كما سام سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، الأخ ميلاد رزق شماسا إنجيليا في كنيسة الصعود بخلدة. وخلال القداس دعا سيادته المرتسم الجديد لأن يخدم كنيسة المسيح بكل محبة وتفان، وقال: تدعوك الكنيسة أن تجد في التواضع الذي بدوره سيعلمك كل الفضائل لتطيع الكنيسة وتعاليمها. شارك سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. كل مفاضيلة الرحمة اتأصلت في قلبك والتواضع اتجذر فيك، المحبة رح تنبت أكثر وأكثر، ورح تقدر تحب القريب محبة حقيقية اللي فيها الاهتمام في خلاصه وخلاصك أنت. هون يا ابني الله رح يبتدئ يعمل من خلالك، وقتها مش رح تكون لوحدك، ولكن المسيح وأمنا الفائقة القداسة وشفيعك رح يكونوا معك حتى يساعدوك في حمل صليب الخدمة في داخل الكنيسة.